نروح عبر زوم الآن لروبن سوسا نجم منتخب أوروغواي وفريق انتر ميلان وبروسيا دورتموند السابق. كلمنا عن ما يحدث في بطولة اليورو وأيضا في ما يحدث في بطولة كوبا أمريكا في الوقت الحالي. أفندم مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. إنه لشرف لي أن أتواصل معك، وكنا وأنا أتشرف بأن أتحدث معكم عن كرة القدم وعن كل ما يخص بكرة القدم وأوروغواي البلد العاشق لكرة القدم. ولعبت في ساراغوس، ريال ساراكوستا ولاتسيو وإنتر ميلانو، وحصدنا لقب كاس أوروبا ومع بروسيا دورتموند أيضا فزنا بلقب الدوري، وفزت بلقب كوبا أمريكا مرتين مع أوروغواي. ولهذا أعتقد أنها ستكون ليلة رائعة في الحديث عن كرة القدم. يشرفنا جدا بالتأكيد. بداية أسألك على بطولة كوبا أمريكا ورأيك في المستويات التي تقدم حتى الآن، وبالتأكيد عن طموحات المنتخب منتخب أوروغواي للمنافسة على هذه البطولة، هل يستطيع أم لا؟ بالنسبة لنا كوبا أمريكا هي بطولة مهمة للغاية. نحن نتحدث عن 3.5 ملايين من السكان العاشقين لكرة القدم، وكرة القدم بالنسبة لنا هي بطولة مهمة للغاية. لدينا قائمة قوية وكبيرة من اللاعبين، متوسط الأعمار 25 أو 26 لاعبا، 26 عمر المتوسط عمر اللاعبين. الأرجنتين، أعتقد أن الأرجنتين هو سيكون المنافس القوي لنا في هذه البطولة. الأرجنتين، لماذا تجاهلت المنتخب البرازيلي؟ بالنسبة لبطولة كوبا أمريكا المنافسة دائما تكون بين البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. البرازيل تبقى مرشحة دائما للقب، ولكن أنا أتحدث عن المنتخبات التي توجت أكثر باللقب. الأرجنتين وأوروغواي توجت باللقب 15 مرة وهما الأكثر تتويجا، وفي الوقت الحالي أعتقد أن المنافسة ستكون بين الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي. هناك أيضا كولومبيا تمتلك منتخب جيد للغاية، وأعتقد أنه بالنسبة لي لقب كوبا أمريكا لن يخرج عن هذه المنتخبات.